فضيلة الشيخ، كما تفضلتم بأن كان قدومكم إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أكثر من حوالي 35 عاما، هل تذكرون الحلقات التي كانت قائمة في المسجد النبوي وأبرز العلماء الذين كانوا يدرسون في حلقات وجنبات هذا المسجد المبارك؟ والله مما يعني أبرز العلماء الذين كانوا يدرسون في المسجد النبوي الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عليه، وكان يلقي دروسا في التفسير، ولكن ليس هذا باستمرار، يعني في يعني اوقات مختلفه. وكذلك الشيخ ابو بكر الجزائري حفظه الله، فانه كان قديم التدريس وكان مدرسا في المسجد النبوي منذ عام 73 و300 ألف، وهو يدرس في المسجد النبوي. وكذلك الشيخ عمر محمد رحمه الله عليه كما ذكرت انفا، وعدد من المشايخ يعني لا يحضرون ذكر الان، ولكن هؤلاء مدرس في هذا المسجد المبارك، مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. احسنتم. فضيله الشيخ، ايضا اجد انها فرصه مواتيه ايضا للحديث عن بعض الشخصيات التي عاصرتموها، وهي شخصيات علميه دعويه مباركه كان لها اثرها ونفعها. اذكر على سبيل المثال ايضا الشيخ محمد الانصاري، هل لكم تذكرون عن هذا العالم الفاضل شيئا من اخباره وشخصيته؟ الشيخ محمد الانصاري رحمه الله عليه رجل فاضل ورجل عالم، وقد يعني شغل وقته في العلم وحفظ وقته فيما يعود عليه بالخير، وكان عنده مكتبة عظيمة كبيرة، وكان فاتحا أبوابها للطلاب يأتون ويستفيدون من مكتبته ومن علمه وتوجيهه وإرشاده رحمة الله عليه. وكان مولعا باقتناء الكتب الحديثية، سواء كانت تتعلق بمتون الحديث أو شروحه أو رجاله أو علم المصطلح، وكذلك التفسير، كان معنيا بذلك رحمة الله عليه. وكان له عناية ولع بالمخطوطات وجمعها وتصويرها، وكان راتبا رحمة الله عليه يعني يذهب في شراء الكتب واقتنائها وتصوير المخطوطات. وكان رحمة الله عليه يجلد كل ما يقع في يده، ولا يدخل ولا يوضع في مكتبته إلا كتابا مجلدا، حتى ولو كان مختصرا ولو كان صغيرا فإنه يجلده. ولهذا مكتبته كلها مجلدة، يعني ليس فيها يعني شيء يعني ورق من غير تجليد. وكان رحمة الله عليه كما ذكرت يعني هو مدرس في الجامعة السنية، وقد يعني اتصلت به كثيرا ولقيته كثيرا واستفدت من علمه وفضله رحمة الله عليه.